السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور وليد ياسين كدرو، استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية. حنحكي عن المعالجات الحديثة لقصور القلب، شو هي الطريقة المثلى للعناية بالمريض في العام الحالي. حنبدأ أول في طرق معالجة قصور القلب المترافق بضعف الوظيفة القلبية أو تراجع بالجزء المقذوف heart failure with reduced ejection fraction. الجايدلاينز سواء الجايدلاينز للجمعية الأوروبية لأمراض القلب أو الكلية الأمريكية لأمراض القلب بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية يلي الأمريكان كوليج أوف كارديولوجي والأمريكان هارت أسوسيشن. آخر تحديث للجايدلاين كان بسنة 2017 بالنسبة للجانب الأمريكي، وبسنة 2016 بالنسبة للجانب الأوروبي. أهم تحديث يلي حصل بسنة 2017 هو التركيز على إضافة مركبات الأرني الانجيوتنسين ريسبتور اند نيبريلايزين انهبيتر. خلينا نحكي شوي عن النيبريلايزين. النيبريلايزين هو ماده بشكل انزيم اندوبيبتيدايز موجود على سطح عدد من الخلايا الجسم، وهذا بيؤدي الى هضم او تحطيم عدد من المركبات، سواء المركبات المفيدة مثل النيتروليتيك بيبتايد أو الـ AMP والـ BMP، البراديكاينين السبستانس بي أو الانكفالين، وكمان بنفس الوقت بيمنع تخريب عدد من البيبتيدات يلي قد يكون لها تأثير ضار مثل الانجيوتنسين 1 الانجيوتنسين 2 والإندوثيلين. فباستخدام النيبرولايزين إنهيبيتر حينقص عنا تخريب المواد المفيدة وتزداد تركيزها مثل الـ AMP والـ BMP، وهذا بيؤدي إلى توسع وعائي وتخفيف حدوث التليف بالعضلة القلبية وتخفيف حدوث الضخامة المركزية بالعضلة القلبية أو الهايبرتروفي. لكن بنفس الوقت حينقص تخريب البيبتيدات السيئة، فحيزداد تركيز الاندوثيلين والانجيوتنسين 2، هذا حيؤدي إلى تقبض وعائي. لذلك استخدام النيبرولايزين انهبيتر لوحده ما أعطى نتائج مهمة سواء في ضبط التوتر الشرياني أو في معالجة قصور القلب، وكان لازم نعاكس زيادة الأمينات الضارة مثل الأنجيوتنسين 1 والأنجيوتنسين 2 باستخدام مثبطات الرينين أنجيوتنسين إنهبيتر. فكانت الفكرة بجمع مركب النيبرولايزين إنهبيتر مع الأنجيوتنسين converting enzyme inhibitor، لكن هذا الشيء أدى إلى زيادة غير مقبولة بحدوث الوزن الوعائية أو الأنجيوديما. لذلك اقتصرت المشاركة فقط على مشاركة النيبرولايزين inhibitor مع الأنجيوتنسين ريسبتور بلوكر، وهذا اللي تأكد بالدراسة المهمة اللي اسمها دراسة البارادايم اللي ساوي تغيير واضح في معالجة قصور القلب. طبعا دراسة البارادايم ساوت راندمايزيشن للمرضى ما بين المركب المشترك النيبرولايزين انهبيتر مع الفالسارتان اللي هو انجيوتنسين ريسبتور بلوكر، مقارنة مع الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهبيتر الانالابريل، وكانت النتائج واضحة بتخفيف حدوث الوفيات القلبية الوعائية وحوادث قصور القلب ودخول المستشفى لقصور القلب بنسبة وصلت لحوالي 20% مع بي فاليو significant. طبعا هذا المركب المشترك ساكيوبيترال فالسارتان كان تحمله جيد من قبل المرضى، فكان حدوث فرط بوتاسيوم دم أقل مقارنة مع الإيس إنهيبيتر، كان حدوث تدهور الوظيفة الكلوية وارتفاع الكرياتينين أقل،
وتحمل جيد، لكن كان هناك زيادة في حدوث هبوط التوتر الشرياني باستخدام هذا الدواء مقارنة مع الأيس إنهيبيتر. لذلك التحديث المهم في معالجة قصور القلب مع نقص الجزء المخزوف كان إضافة الأرمي، فصارت المعالجات المعترف فيها في معالجة قصور القلب مع تراجع الجزء المخزوف هي حاصرات بيتا، بيتا بلوكر، مثبطات جهاز الرينين أنجيوتنسين سواء الأيس إنهيبيتر أو الأي آر بي أو الأرمي، المثبطات مستقبلات الألدوستيرون الإم آر أي عند المرضى ذو الأصول الأفريقية والبشرة السوداء، في فائدة لمشاركة الهيدرولازين مع الأيزوسوربيت داينيتريت، وفي مركب الأيفيبرادين يلي هو نوع من المثبطات فقط لمنطقة الأغذية الجيبية ويؤدي لضبط سرعة القلب، وله فائدة عند المرضى قصور القلب يلي سرعة القلب عندهم عم تتجاوز 70 ضربة بالدقيقة. فهي ملخص المعالجات قبل بحدود 2017، لكن خلال السنتين الماضيتين ظهرت تغيرات جديدة وظهور مركبات جديدة في معالجة قصور القلب مع تراجع الجزء المخزوف تحتاج إلى مراجعة تفصيلية. أهم العلاجات هي الـ SGL2 inhibitor أو مثبطات النواقل الصوديوم الجلوكوز على مستوى الأنبوب القريب من الأنبوب الكلوي القريب. طبعاً هاي الأدوية وجدت في البداية لمعالجة الداء السكري بتساوي تأثير طارح لسكر الدم وبتخفف مستوى سكر الدم، وكانت في البداية تستخدم لمعالجة المرضى السكريين، لكن ثبتت بالدراسات فائدتها الكبيرة عند مرضى قصور القلب وتخفيف حدوث الحوادث القلبية الوعائية. بالنسبة لآلية تأثيرها، إلى تأثير متعدد، إلى تأثير على القلب بتخفف الحمل القلبي والحمل البعدي، ممكن تساوي إدرار للصوديوم وطرح للجلوكوز، لكن إلى تأثير إضافي على العضلة القلبية سواء من ناحية الاستقلاب بالعضلة القلبية، بتعدل استهلاك مركب المركبات الطاقة الكارديو انرجيتكس، وبتعدل استخدام الركائز للحصول على الطاقة change of substrate، فبما يلائم العضلة القلبية. ومهما كانت طريقة تأثيرها يلي هي لا تزال غير واضحة على القلب، لكن الفائدة منها في معالجة قصور القلب تأكدت في دراستين كبار. خلينا نراجع هذول الدراستين في مركبين. المركب الأول هو الدابا كليفلوزن بدراسة الدابا هارت فيلير، والمركب الثاني هو الإمبر كليفلوزن بدراسة الإمبر ريديوس. هاي الدراسات أجريت عن مرضى قصور القلب نيها كلاس بالدرجة الثانية للدرجة الرابعة، تراجع بالجزء المخزوف أقل من 40%، ارتفاع واضح بالبرو بي ام بي. هالدراسات استثنت المرضى اللي عندهم قصور كلوي شديد درجة الرجح الكبدي أقل من 30 أو 20% أو كان عندهم هبوط توتر شرياني واضح. النتائج كانت واضحة عند المرضى بتخفيف حدوث الوفيات القلبية الوعائية أو القبول بالمستشفى نتيجة قصور القلب، والتأثير كان واضح بتخفيف الحوادث بنسبة 25%، مع التذكير أنه حوالي نصف المرضى ما كان عندهم داء سكري، كانوا غير دايابيتيك، وحوالي 40% من المرضى كان عندهم تراجع بالوظيفة الكلوية أو قصور كلوي مزمن. التأثير لم يقتصر على الحوادث القلبية الوعائية
الوفيات القلبية الوعائية أو قصور القلب، بس كان تأثير واضح على تراجع الوظيفة الكلوية، صار في عنا تأخر بحدوث القصور الكلوي أو التراجع بالوظيفة الكلوية من حيث انخفاض رقم الرشح الكبي، وحتى في بعض الحالات تم تحسن الوظيفة الكلوية. طبعا هذا الفعل ما كان مقتصر على الدابكليفلوزين والإمباكليفلوزين، حتى كان موجود بمركبات الأرني. بدراسة البارادايم كان في تحسن أو تأخر بحدوث التراجع بالوظيفة الكلوية بدراسة البارادايم. إذا التأثير لمركبات الـ SGLT2 inhibitor كان واضح للدوايين دابكليفلوزين والإمباكليفلوزين، سواء تخفيف الوفيات القلبية الوعائية أو حوادث قصور القلب. التأثير كان بالنسبة للوفيات القلبية الوعائية 25% تخفيف، بالنسبة للقبول بالمشفى لقصور القلب تخفيف بنسبة 30%، وبالنسبة لتأخير التراجع بالوظيفة الكلوية وحماية الكلية حدث بنسبة 50%. في ميتا أناليسز أو تحليل تالي للدراستين دابكليفلوزين والإمباكليفلوزين، دابا هارت فيلير والإمبرور ريديوست، أجري مؤخرا وأظهر أنه بالميتا أناليسز حتى أنه هذا الدواء هالأدوية أثبتت حدوث تناقص واضح في مجمل وفيات الأول كوز مورتاليتي أو الوفيات القلبية الوعائية الكارديوفاسكولار ديس مع بي فاليو كانت سيجنيفيكانت. هي حكينا على التأثيرات المهمة، خلينا نحكي على التأثيرات من ناحية المريض. كل المرضى حسوا بتحسن من ناحية الأعراض وتحسن ب quality of life من ناحية نمط الحياة باستخدام الكانساس سيتي كويشنير، سواء بدراسة الدابا هارت فيلر أو الإمبرور ريديوست هارت فيلر، كان في تحسن ملحوظ بالكواليتي اوف لايف. حتى بدراسة البارادايم كان استخدام الارني ادى الى تحسن واضح بالكواليتي اوف لايف. في مؤخرا ظهرت دراسات درس تأثير الأدوية سواء بالنسبة للارني او بالنسبة للاس جي ال 2 انهبيتر، تأثير على حجم البطين الأيسر والجزء المحذوف من البطين الأيسر، وأظهرت تراجع في حجم البطين الأيسر وتحسن بالجزء المحذوف. فهذا بدل أنه هالأدوية عم تساوي انعكاس بظاهرة الريموديلينج اللي بتحدث بقصور القلب وبتؤدي إلى تراجع في الريموديلينج وتغير شكل القلب نحو الشكل الطبيعي. وهذا طبعا إذا تحسن الإيجكشن فراكشن معناته خففنا عن حاجة المريض لتحويله لإجراء الـ HRT أو الـ ICD implantation، زرع مزيل الرجفان أو زرع المعالجة القلبية التوافقية باستخدام ناظم الخطة الثلاثي الحجرات. بالنسبة للسيفتي والأمان للأدوية، فبالنسبة للأرني كان واضح أنه تمنع تراجع الوظيفة الكلوية، حدوث فرط بوتاسيوم دم أقل، والحدوث التأثيرات الجانبية التي تحتاج لإيقاف الدواء مثل بقية الأدوية. لكن مثل ما ذكرت في البداية كان في زيادة بحدوث هبوط التوتر العرضي. بالنسبة لمركبات الـ SGL2 inhibitor كان ما حدث أبدا زيادة بهجمات هبوط سكر الدم أو هجمات الحماض الخلوني الكيتوأتيسيدوسيس، ما حدث زيادة ب حدوث فرط بوتاسيوم أو نقص بوتاسيوم الدم، ما حدث
تأثيرات جانبية مهمة توجب إيقاف الدواء بغض النظر عن عمر المريض، هل كان سكري أو غير سكري، عنده وظيفة كلوية جيدة أو متراجعة، أو عنده هبوط ضغط أو ما عنده هبوط ضغط. لكن الشيء الواضح كان زيادة بحدوث الالتهابات في المنطقة التناسلية genital tract infection نتيجة زيادة خروج السكر مع البول. بالنسبة للتأثير على حدوث نقص السكر، مثل ما حكينا نقص السكر ما صار زيادة في حدوثه بغض النظر سواء كان المريض سكري أو غير سكري أو بمرحلة ما قبل السكر، فكل التأثير واضح أنه الدواء ممكن يخفض الهيموغلوبين A1C فقط عند المرضى السكريين، وما له تأثير بتخفيض الهيموغلوبين A1C عند المرضى ما قبل السكري pre-diabetic أو المرضى الغير السكريين. بالنسبة للحدوث هبوط الضغط كان متعادل، وحدوث نقص الحجم كان غير مهم ولم يحدث نقص في حجم الدم سواء كان المريض سكري أو غير سكري، كبير بالسن أو كهل، عنده تراجع بالوظيفة الكلوية أو الوظيفة الكلوية محافظ عليها بغض النظر عن رقم الضغط عنده، بغض النظر عن رقم الجزء المقذوف، وبغض النظر عن الأدوية المرافقة سواء كان عم ياخذ نيبرلايزن انهيبيتر ارني او ما عم ياخذ. اذا راجعنا الدراسات عم نلاحظ انه الباك جراوند ثيرابي او المعالجة يلي عم ياخذها المريض بالإضافة للدواء المختبر بالدراسة كانت الباك جراوند ثيرابي قوية، وأكثر من 90% من المرضى، حوالي 100% من المرضى كانوا عم ياخذوا الأنجيوتنسين ريسبتور انهبيتر سواء الاس انهبيتر أو الاي ار بي أو الارني، فوق 90% عم ياخذوا بيتا بلوكر، و 70% عم ياخذوا مضادات الالدوستيرون. بغض النظر عن اي معالجه، ثبتت انه الدواء الاس جي ال 2 الاس جي ال تي 2 انهبيتر ادى الفائده المرجوه بغض النظر اذا كان المريض عم ياخذ ارني او ما عم ياخذ، عم ياخذ اس انهبيتر او عم ياخذ مضادات الالدوستيرون او ما عم ياخذ، سواء كان عنده اي سي دي او ما في اي سي دي، عنده سي ار تي او ما في سي ار تي. وهذا بالنسبه للدبك كليفلوزن، هاي الدراسه اظهرت انه الفائده ثابته بغض النظر اذا كان المريض عم ياخذ ارني او ما عم ياخذ. بالنسبه للتاثيرات على الاستقلاب بدراسه الدبا هارت فيلير، الدواء الدبا كليفلوزن منع حدوث داء السكري الجديد او الجديد الحدوث نيو اونست دايابيتس، فخفف حدوث الداء السكري عند مرضى قصور القلب اللي ما عندهم سكري. وكذلك بدراسة البارادايم الارني او المركب الساكيوبيترال بارسارتان اعطى تحسن بالسيطرة على ارقام السكر بالدم. لذلك بالاعتماد على هالنتائج، فإن المعالجة الحديثة لقصور القلب مع تراجع الجزء المقصوف تتضمن على الأقل الأربع عناصر: حاصرات بيتا بلوكر، حاصرات جهاز الرينين أنجيوتنسين سواء الأس إنهيبيتر الأي آر بي أو الأرني، حاصرات مضادات الألدوستيرون الأم آر إي، والأس جي إل 2 الاس جي ال تي 2 انهبيتر. هل المركبات الاربعه لازم تستخدم مجموعه بشكل كامل عند مرضى قصور القلب، ونبدا فيها بشكل سريع ونوصل للجرعه المطلوبه خلال فتره قصيره، وهيك بنكون
سوينا تحسن بالأعراض، تحسن عن نتائج المدى البعيد، وتحسن بالإجكشن فراكشن يلي قد تحمينا من أنه نحول المريض لزرع مزير الرجفان أو زرع السي آر تي دي. هناك معالجات إضافية لقصور القلب مع نقص الجزء المقذوف ظهرت مؤخرا خلال السنة الماضية، وأظهرت فائدة هذه العلاجات في تحسين الإمراضيات وتحسين البقية عن مرضى قصور القلب. المركب الأول هو مركب الفيروسكوات. الفيروسكوات هو مركب بيزيد فعالية الجوانيل سايكليز المنحلة بالبلازما بالسيتوبلازم الخلية، وبيؤدي لزيادة إنتاج السايكليك جي إم بي، وهذا اللي بيؤدي إلى زيادة في إنتاج النيتريك أوكسيد وتحسين البطانة الوعائية، وله تأثير إيجابي على الأوعية وتخفيف من الستيفنس أو قساوة الأوعية، وتخفيف أو عودة الريموديلينج، تحسين ظاهرة الريموديلينج، وتخفيف التليف بالعضلة القلبية. المركب الثاني هو الأوميكامتيف ميكاربل، وهو مركب محفز للمايوزين العضلي، بيخلي المايوزين مستقر بحالة الستروك بحالة التقلص، وبيزيد من تداخله مع خيوط الأكتين، فبيؤدي إلى زيادة مدة الانقباض duration of systole وزيادة الستروك فوليوم بدون ما يأثر على مستوى الكالسيوم بالسيتوبلازم أو يزيد الستيفنس بالعضلة القلبية، وبدون ما يزيد استهلاك الأكسجين بالعضلة القلبية. هدول المركبين تم دراستهم بدراستين نشرت خلال السنة الماضية، نشرت الدراستين خلال السنة الماضية. دراسة الفيكتوريا اللي استخدمت المركب الفيرسيكوات، ودراسة الجالاكتيك هارت فيلير اللي استخدمت مركب الأوميكامتيف. الدراستين متشابهتين من حيث نوع المرضى. المرضى هن حالات قصور قلب متقدمة بنيويورك كلاس نيويورك هارت فيلير اسوسيشن كلاس 2 تو 4 مع قصة قبول بالمشفى بسبب تدهور حالة قصور القلب والحاجة لاستخدام المدرات، ومع وجود ارتفاع واضح بالبرو بي ام بي. المرضى اللي تم استبعادهم من الدراسة اما المرضى اللي عندهم هبوط توتر شرياني واضح، اقل الضغط الانقباضي اقل من 100 مليمتر اوف ميركوري، او عندهم تدهور واضح بالوظيفة الكلوية، المعدل رشح الكبي اقل من 15. الدراستين أظهرت أنه هالدوائين بيؤدوا إلى تحسن متوسط أو مقبول بالنتائج القلبية الوعائية أو نتائج القبول بالمستشفى نتيجة قصور القلب، فكان التخفيف بنسبة 10%، والتخفيف كان بيعتمد على تخفيف القبول لقصور القلب أو الـ hospitalization for heart failure. ما ظهرت أي تأثير واضح على تخفيف الوفيات القلبية الوعائية. بالنسبة للاختلافات أو الـ heterogeneity للـ subgroup analysis، بالنسبة لدراسة الفيكتوريا اللي استخدمت مركب الفيرسيكوات، المرضى اللي كان عندهم ارتفاع شديد بالبرو ام بي هدول اللي ما اظهروا فائدة. لذلك الرسالة اللي اخذناها من هالدراسة انه المرضى بيستفيدوا اذا كانوا فعلا هن sick but not too sick، يعني بدهم يكونوا مرضى
عندهم تدهور بالوظيفة العضلة القلبية وقبول بالمستشفى، بس مو لدرجة مرض شديد مع ارتفاع شديد بالبرو بي ام بي. بالنسبة للمركب الأومكانتيف بدراسة الجالكتيك، المرضى اللي استفادوا هن المرضى اللي عندهم ايجكشن فراكشن او جزء مقذوف اقل من 28%، اما اذا كان الايجكشن فراكشن اعلى من هالرقم فكانت فالفائده غير واضحه. كذلك بدراسه الجلاكتيك هارت فيرير تبين انه المرضى اللي عندهم نيها كلاس متقدم 3 او 4 استفادوا اكثر، لكن لم تظهر الفائده عند المرضى سواء كان عندهم هبوط توتر شرياني أو عدم وجود هبوط توتر شرياني أو ارتفاع واضح بالبرو بي ام بي أو عدم وجود هذا الارتفاع. وذكرنا الأهمية أنه المرضى اللي استفادوا هن المرضى اللي عندهم ejection fraction أقل من 28%. هل كان في تأثير لهالمركبات على الأعراض المرض عند على الأعراض عند المرضى أو الكواليتي اوف لايف؟ بالنسبة للفيرسيكوات ما في عنا داتا على هالموضوع، وبانتظار الاناليسز للداتا بنشوف انه المرضى اظهروا تحسن بالأعراض وبالكواليتي اوف لايف. اما بالنسبة للجالكتيك هارت فيلير، المركب اظهر تحسن بالاعراض والكواليتي اوف لايف بشكل واضح، لكن بالاعتماد على الدراسه كانت البي فاليو لازم تكون اقل من 0.02، لكن طلعت البي فاليو 0.028، فهي على حدود لانه كانت هالبي فاليو بري سبيسيفايد. فهناك ترند بالاستفادة وتحسن الأعراض والكواليتي اوف لايف. تأثير الدوايين على ظاهرة الريموديلينج، بالنسبة للفيرسيكوات ما في أي دراسات أو داتا تشير إنه بيأثر على الريموديلينج أو على حجم البطين الأيسر أو تحسن الجزء المقذوف. أما بالنسبة للدواء الأوميكانتيف في دراسة اسمها الكوزميك ستادي أظهرت أنه في تحسن بحجم البطين الأيسر وبالجزء المقذوف، أما نحن بانتظار الداتا من الدراسة الكبيرة الجالكتيك اتش اف لنشوف إذا كان في تحسن بظاهرة الريموديلينج بحجم البطين الأيسر. ولازم بس نحط بذهننا أنه هذا الدواء ما حسن الكارديو باسكولار مورتاليتي، بس في داتا بتشير انه قد يحسن حجم البطين الايسر ووظيفة البطين الايسر ويساوي ريفيرس ريموديل. بالنسبة للامان للادوية، دواء الفيرسيكوات ما ظهرت اي تأثيرات جانبية على شوارد الدم او على تدهور الوظيفة الكلوية، لكن كان واضح حدوث هبوط الضغط والغشي بشكل أكثر. دواء الأوميكانتيف ما كان له أي تأثير على الضغط الشرياني وما ظهرت تأثيرات جانبية على شوارد الدم أو على الوظيفة الكلوية، لكن ظهر ارتفاع واضح ارتفاع خفيف بمستوى التروبونين دون حدوث زيادة بالحوادث نقص التروية القلبية أو اضطرابات النظم. فهذا رغم دواء له تأثير بوزيتيف اينوتروب ما عم يساوي أي تأثير بحدوث اضطرابات النظم إذا قارنا مع الديجوكسين. إذا درسنا البيزك كاركترستيك لكل الدراسات اللي ناقشناها بمرضى قصور القلب مع نقص الجزء المقصوف، نلاحظ إنه دراسة الجالكتيك هي
أخذت السكر بيشنت لأنه المرضى اللي كان فيهم كلاس نيويورك هارت أسوسيشن كلاس 3 أور 4 كان نسبتهم 47%، الفيكتوريا كانت نسبتهم 41%، أما الإمبرور ريديوس كانت نسبتهم حوالي 25%. المرضى بدراسة الجالكتيك والفيكتوريا كان عندهم نسبة عالية من ارتفاع البرو بي ان بي. وجود المعالجات الأخرى بدراسة الجالكتيك كان 20% من المرضى عم ياخذوا الأرني وفقط 3% عم ياخذوا الـ SGLT2 inhibitor. إذا لاحظنا نسبة حدوث الإيفنت سواء الكارديوفاسكولار ديس أو الهارت فيلير هوسبيتاليزيشن بهالدراسات بنلاحظ إنه كانت نسبة حدوث الإيفنتس بالنسبة للبلاسيبو آر حوالي 39% بالفيكتوريا و 27% بالجالاكتيك. بتشير انه هالدراستين درسوا المرضى يلي هن مور سيك، يلي هن كانوا مرضى قصور قلب متقدم فسكر بيشنت، فكان نسبة حدوث الايفنتس عند البلاسيبو ارم اعلى من بقية الدراسات. اذا بعد ما خلصنا جميع هالأمور الهامة لازم نحط تفصيل المعالجات لقصور القلب مع تراجع بالجزء المقصوف. فركزنا على الأمور الأربعة اللي هي البيتا بلوكر، الراس انهيبيتر سواء الايس انهيبيتر أو الارني، مضادات الدستيرون الام ار اي والاس جي LT2 inhibitor. طبعا عند المرضى يلي هن افريكان امريكان فائده الهيدرالازين مع الايزوسوربيد دينيتريت واضحه. في مجموعه من المرضى يلي هن عندهم سرعه القلب اكثر من 70، هدول يلي بيستفيدوا من الايفابرادين. بالنسبه للفيرسيكوات من يقتصر استخدامه عند المرضى يلي هن مور سيك عندهم هوسبيتاليزيشن للهارت فيلير والحاجه لاستخدام المدرات بشرط ما يكون الضغط منخفض عندهم وما يكون عندهم ارتفاع شديد بالبرو بي ام بي. مثل ما ذكرنا المرضى اللي كان عندهم ارتفاع واضح بالبرو بي ام بي ما استفادوا من الفيرسيكوات. الأوميكامتيف الدواء بيفيد للمرضى اللي عندهم قصور قلب متقدم مع hospitalization للهارت فيلير بغض النظر عندهم هبوط ضغط أو ما عندهم هبوط ضغط. وإذا كان عندهم الإيجكشن فراكشن منخفض بأقل من 28% حتكون الفائدة من الدواء أكثر. لازم بدراسات قصور القلب بعد ما راجعنا كل هالأمور نركز ونعرف شو الدواء اللي بيحسن البقية وشو الدواء اللي بيحسن الهوسبيتاليزيشن الهارت فيلير، شو الدواء اللي بيساوي تحسن بظاهرة الريموديلينج، والدواء اللي بيحسن أعراض المريض وبيساوي امبروفمنت بالكواليتي اوف لايف. ومو ضروري كل دواء يحسن البقيه او يخفف الهوسبيتاليزيشن، مو ضروري هالدواء يحسن اعراض المريض او يحسن الكواليتي اوف لايف، فكل دواء له تاثير مختلف. ولذلك يفضل انه نحط الخطه للعلاج حسب المريض وحسب رغبة المريض. هل المريض هو بده يركز على تحسين البقية أو تحسين hospitalization أو فقط بده يركز على تحسين الأعراض، ونناقش هالمبادئ مع المريض ونخبر المريض
بفائدة كل دواء من بكل نقطة من هالنقط. بالإضافة إلى وضع العلاج بالعناصر الأربعة الرئيسية اللي ذكرناها أو استخدام العناصر الإضافية، في أهمية شديدة إنه نبحث عن السبب المسبب لقصور القلب ونركز على السبب. في حالات متعددة ما لح أذكرها كاملا، لكن في حالات مثل حالات الأميلويدوسز الداء النشواني وإصابته للقلب، حالات قصور القلب الناتج عن المعالجة الكيميائية للسرطانات الكيموثيرابي، أو قصور القلب الناجم عن تسرعات القلب، أو قصور القلب الناجم عن الأمراض الاستقلابية مثل الهيموكروماتوسز، أو قصور القلب الناتج عن الاضطرابات الوراثية، أو قصور القلب في مرحلة النفاث. فنركز على السبب ونحاول نعالجه. وحابب اذكر الدراسه اللي ظهرت خلال او المعلومات اللي ظهرت خلال السنتين الماضيتين عن استخدام دواء التفاميدس في علاج قصور القلب الناجم عن الاميلويدوسيس او الداء النشواني اللي بيصيب العضله القلبيه. فبعد ما راجعنا كل هالأمور ونركز على الأمور الثانية بمعالجة الكوموربيديتيز أو الأمراض الثانية المرافقة، ضبط الداء السكري واستخدام الـ SGLT2 inhibitor لضبط الداء السكري، ضبط التوتر الشرياني والتركيز على أن يكون التوتر الضغط الشرياني أقل من 130 ملليمتر دقي، ودراسة السبرنت أظهرت أنه ضبط التوتر الشرياني بهالأرقام بيمنع حدوث قصور القلب. النقطة المهمة هي استخدام المعالجة بالحديد عن طريق الوريد عند المرضى اللي عندهم نقص حديد، ومنركز على نقص الحديد وليس بالضرورة وجود فقر دم أو فقر دم بيعوز الحديد، فقط مستوى الحديد ناقص بالدم عند مرضى قصور القلب هذا بيؤدي إلى تدهور وقصور القلب وظهور أعراض أكثر عند المريض. وفي دراستين خلال السنتين الماضيتين confirm heart failure والaffirm heart failure استخدمت المركبات الحديد الوريدية عند مرضى قصور القلب وأظهرت إنه إعطاء الحديد بيخفف من بيحسن الأعراض عند المريض وبيخفف من hospitalization للهارت فيلير دون تأثير واضح على الكارديوفاسكولار ديس أو على الوفيات القلبية الوعائية. المعالجات الثانية لإصلاح الآفات الصمامية بشكل رئيسي القصور التاجي باستخدام التدخلات على الصمام التاجي سواء بالميترال كليب أو بالطرق الثانية التداخلية على الصمام التاجي، ضبط سرعة القلب عند مرضى الرجفان الأذيني، معالجة توقف التنفس عند المرضى البدنيين، ومعالجة القصور الكلوي. لكن في نقطة تدعونا دائما للقلق وتدعو للإحباط، إذا راجعنا الدراسات خلال أكثر من 10 سنوات أو حتى 20 سنة الماضية الريجستري، بنلاحظ إنه استخدام الأدوية الفعالة لمعالجة قصور القلب لا يزال بالقليل استخدامه أو نقص باستخدامه. فهي المخطط بيظهر انه بالريل وورد بالاستخدام الطبيعي اللي عم يصير بالحياه العمليه انه فقط 60% من المرضى عم ينعطوا
الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهبيتر او الاي ار بي. البيتا بلوكر فقط حوالي 80% من المرضى. الام ار اي او مضادات الالدوستيرون فقط 30 او 35% من المرضى عم ياخذوا هالعلاج. لذلك في لا يزال نقص واضح يدعو الى القلق والاحباط باستخدام الادويه الفعاله لمعالجه قصور القلب. والسبب وراء ذلك ما هو انه المريض ما عم يتحمل الدواء او عم تظهر التاثيرات الجانبيه. السبب في ذلك هو عدم قدره الطبيب على التدخل في معالجه المريض بشكل صحيح، يعني بنسميها ميديكال انيرشيا او العطاله الطبيه بسبب اما نقص المعرفه عند الاطباء او عدم المتابعه لزياده جرعه الدواء او عدم متابعه المريض بشكل دوري او نقص العنايه بالمريض، بالاضافه الى الامور الثانيه اللي بتدخل من ناحيه شركات التامين وتوفر الدواء والقدره على شراء الدواء. فالطرق السابقه اللي كانت تدعو انه بادخال المركبات علاج قصور القلب بشكل متتالي تدريجي باستخدام الايس انهبيتر اولا ثم البيتا بلوكر ثم الام ار اي ثم الارني ثم الاس جي ال 2 انهبيتر، هي الطريقه التقليديه لكن تاخذ وقت طويل لنوصل لهالمجموعة العلاجية ونوصل للجرعات المطلوبة. فتم التحول إلى الطريقة الأفقية بإدخال مشاركات دوائية سريعة والوصول للجرعات المطلوبة أو الجرعات العلاجية خلال فترة لا تتجاوز الأربع أسابيع. فبإدخال مشاركة بالبداية من الأرني مع البيتا بلوكر وإدخال الـ MRA والـ SGLT2 inhibitor بشكل سريع. وهالطريقة أظهرت فائدتها كتير بتحسين البقية عند المرضى. في الدراسة اللي أظهرت الشيء اللي اسمه imputed risk reduction بطريقة إدخال المعالجات الأربعة بشكل سريع مع بعضها، أظهرت إنه حنحسن البقية ونعطي المريض survival حوالي 6 لـ 7 سنوات إذا كان عمره 55 سنة. فالمريض اللي عمره 55 سنة إذا أدخلنا له العلاجات الأربعة بشكل سريع ووصلنا للجرعات العلاجية حنحسن البقية عنده لمدة تصل إلى 7 سنوات. بالإضافة النقطة المهمة إنه بدراسات الـ SGLT2 inhibitor أو دراسات الأرني لاحظنا المنحنيات عم تفترق عن بعضها بشكل سريع في الفترة الثلاثة أشهر الأولى، وهذا بدل على الفائدة القوية اللي نحصل عليها بشكل مبكر من هذا الدواء. فالإدخال السريع لهذه الأدوية بتخلي الفائدة تظهر بشكل مبكر ونستمر فيها على المدى البعيد. فضروري جدا بمعالجة قصور القلب أن ندخل هالعلاجات بشكل سريع ومتداخل مع بعضهم ونوصل المريض للعلاج الرباعي بأسرع وقت. فهذا ملخص العلاج أو الستاندرد تريتمنت فور هارت فيلير ويز ريديوس إيجكشن فراكشن، العلاج الرباعي. نبحث عن السبب ونعالج السبب الرئيسي سواء إذا كان تاكيكارديا إنديوس كارديوميوباسي أو أميلويد كارديوميوباسي، نعالج الكوموربيديتيز بضبط الداء السكري وضبط التوتر الشرياني وإعطاء
الحديد بالمعالجة الوريدية إذا كان في نقص بالحديد حسب الجنسية الشخص أو إذا كان من أفريكان أمريكان يجب إضافة الهيدرالازين مع الأيزوسولفيد داينيتريت وإشراك المريض باتخاذ قرارات العلاج وناخد رأي المريض شو غايته من الاستمرار على العلاج هل هو يرغب فقط بتحسن الأعراض أو أخذ الدواء على المدى البعيد لتحسين البقية ومنع حدوث القبول بالمشفى نتيجة قصور القلب. طبعا الشغلات الثانية ما لازم نأخرها، ما لازم تصير عطالة طبية ونقول انه المريض هو عنده ستيبل هارت فيلير او قصور قلب مستقر وما نتداخل بزيادة جرعات الأدوية أو إضافة الأدوية الرئيسية. ولازم نتذكر أنه قصور القلب بيقتل المريض ويسبب الوفيات مثله مثل الكانسر إذا ما عالجناه بشكل صحيح. فالمعالجة لازم تكون دائما مستمرة ونستمر بالوقاية ولنحسن الـ end point سواء البقية أو الـ hospitalization للـ heart failure. بالإضافة لكل هالأمور لازم نركز على الأمور اللي هي lifestyle modification، بنشجع المريض على القيام بالتمارين اليومية وتخفيف الوزن وضبط الكوليسترول أو ضبط الحمية بالنسبة للداء السكري وضبط التوتر الشرياني وإيقاف. رح نحكي بشكل سريع عن بعض المعالجات اللي ثبتت فائدتها في معالجة قصور القلب مع جزء مقذوف محافظ عليه الـ heart failure with preserved ejection fraction. بالنسبة للغايدلاينز كلها تركزت على معالجة السبب وراء قصور القلب ومعالجة الحالات المرافقة، فالتركيز على ضبط التوتر الشرياني، ضبط علاج الرجفان الأذيني والسيطرة على سرعة الرجفان الأذيني، معالجة نقص التروية وإعادة التروية الإكليلية طبعا، بالإضافة لعلاج الاحتقان بإعطاء المدرات. بسنة 2017 بالاعتماد على السب أناليسيز لدراسة توب كات تم إدراج دواء السبيرونولاكتون كلاس 2B في معالجة قصور القلب مع جزء مقذوف محافظ عليه عند المرضى اللي عندهم قصور قلب مع دخول للمشفى بسبب قصور القلب وارتفاع واضح في البي ام بي مع وظيفة كلوية ما هي متدهورة بشكل شديد، وتم إضافة هذا الدواء في الخطة العلاجية بالإضافة إلى الغايدلاين اللي كتبت بسنة 2013 واللي تنصح باستخدام الـ ARVs كعلاج لقصور القلب مع الجزء مقصوف محافظ عليه، وظل الـ recommendation هي class 2B. خلال من حوالي سنتين تم نشر دراسة الباراغون هارت فيلير باستخدام الارني في معالجة قصور القلب مع جزء مقذوف محافظ عليه، وهالدراسة أظهرت فائدة محدودة بالنسبة لتخفيف الـ hospitalization للهارت فيلير أو تخفيف الوفيات القلبية الوعائية، لكن ظهر بهالدراسة تحسن واضح عند المرضى بأعراضهم بالكواليتي of life. كانت الفائدة على حدود بتخفيف الـ
hospitalization of heart failure with p value على حدود 0.056 وما ظهر اي تاثير بتخفيف الوفيات القلبيه الوعائيه او الكارديوفاسكولار ديس. بالنسبه للسب جروب اناليسيس كان في اختلاف واضح بالمجموعات الجزئيه سواء بالنسبه لدرجه الجزء المقذوف او الجنس، فاظهرت السب جروب اناليسيس فائده واضحه عند النساء مقارنه بالرجال وفائده عند المرضى اللي عندهم جزء مقذوف متدني قليلا مقارنة مع جزء مقذوف طبيعي. فإذا كان الجزء المقذوف تحت الخمسين كانت الفائدة واضحة. ومن هالنقطة ظهرت ميل لتقسيم قصور القلب بشكل جديد ليس لجزء مقذوف ناقص heart failure with reduced ejection fraction أو جزء مقذوف محافظ عليه، فظهر تقسيم بإضافة مجموعة جديدة اسمها HFM EF أو heart failure with mildly reduced EF قصور قلب مع نقص خفيف بالجزء المقذوف. بالنسبة لمادة الفيرسيكوات في دراسة استخدمته عند المرضى الهارت فيلير بريزيرد اجكشن فراكشن واظهرت هذا الدواء ما لم يعطي اي فائدة في تحسين الكواليتي اوف لايف او تحسين اعراض المرضى او السكس مينيت ووك قدرة المشي لمدة 6 دقائق عند هؤلاء المرضى. لا تزال هناك دراسات قيد الإنشاء قيد الدراسة بالوقت الحاضر على عدد من الأدوية أهم الـ SGLT2 inhibitor في مجموعة من الدراسات باستخدام المركبات اللي حكينا عليها عند مرضى قصور القلب مع جزء مقذوف محافظة عليه. في دراسة ثانية عم تنعاد عن السبيرولاكتون عند المرضى الهارت فيلير بريزيرت اجكشن فراكشن او الانواع الحديثه من مضادات الالدوستيرون مثل مركب الفينيلرينون يلي هو مضاد الدوستيرون غير ستيرويدي. الدراسات لا تزال بقيد الاجراء. بالاضافه الى الشيء المهم باجراء الانتر اتريال شنت باجراء شنت ما بين الاذين اليمنى وما بين الاذين اليسرى والاذين اليمنى لتسهيل تصريف الأذين اليسرى وإخفاض خفض الضغط بالأذين اليسرى. والدراسات الأولية أظهرت فائدة هالطريقة العلاجية بتحسين أعراض المرضى. بشكل سريع تدبير قصور قلب الحاد الغير معاود أو الأكيوت ديكومبوسيتد هارت فيلير. ما في معلومات كثيرة أو دراسات كثيرة حول هذا الموضوع، لكن بسنة 2019 نشرت consensus أو اتفاق عن تدبير الحالات بالاعتماد على تطور الحالة بعد دخول المستشفى. اتفق على أنه يتقسموا المرضى لثلاث أقسام بالاعتماد على تطور الحالة بعد معالجتهم الحادة بالمستشفى بالمدرات والديكونجستن. فالقسم الأول اللي بيتحسن فبتتابع العلاج وبيتأكد أنه عم ياخد كل المعالجات المذكورة بالجايدلاين. أما القسم الثاني يلي بيتحسن بشكل طفيف لكن بيبقى غير مستقر وما بنقدر نخرجه من المستشفى، فهون بيتطلب إضافة معالجات إضافية بالمستشفى أو التركيز على سبب قصور القلب أو إجراء بعض التداخلات لتدبير قصور الصمام التاجي. والقسم الأخير هو القسم يلي ما بيتحسن وبيتطلب منا تداخلات خاصة إما لتحويله لمراكز خاصة لمعالجة قصور القلب أو وضع الأجهزة الداعمة
الالفاد او وضعه على القائمه لعمليات ازدراع القلب. لكن لازم نذكر الدراسه المهمه اللي هي البايونير ستدي اللي قامت بالبدء باعطاء الارني او النيبرالايز الانجيوتنسين نيبرالايزين انهبيتر مركب السايكوبتريل فالسارتان للمرضى اللي كانوا داخلين بالمستشفى بقصور قلب حاد غير معوض وبدا اعطاء الدواء بالمستشفى وتم متابعتهم لفترة قصيرة حوالي 8 أسابيع وأظهرت هالدراسة أنه في تحسن بأرقام البرو بي ام بي خلال 8 أسابيع وهي كانت هي البرايمري اند بوينت. لكن السكندري اند بوينت اللي هي الكارديو باسكولار ايفنت يلي إما الوفيات القلبية الوعائية أو إعادة القبول للمستشفى بقصور القلب كمان لوحظ تناقص بالحوادث. فالمرضى اللي داخلين بالأكيوت ديكومبنسيتد هارت فيلير بالمستشفى لازم نتأكد قبل ما يتخرج من المستشفى أنه تم البدء بالأرني قبل تخرجهم من المستشفى. الدواء كان سيف، كان أقل أو نسبة متعادلة بحدوث فرط البوتاسيوم أو اضطرابات الوظيفة الكلوية، لكن هبوط الضغط كان واضح بشكل أكثر. النقطة الثانية هي استخدام المركبات الحديثة من الـ SGLT inhibitor. ففي دراسة السلوس هارت فيلير يلي استخدمت المركب الجديد يلي اسمه سوتاغليفلوزين يلي هو مثبط للنواقل الصوديوم الجلوكوز من نمط 1 و2. فنحن نعرف النمط 2 موجود بالكلية والنمط 1 موجود بالأمعاء وحتى بالكلية، فالمركب بيثبط SGLT 1 and 2. فدم تم البدء بهالدواء قبل تخريج المريض من المستشفى إذا كان داخل المستشفى ب decompensated heart failure، وبعد تحسنه تم البدء بإعطاء هذا الدواء قبل تخريجه بالمستشفى بغض النظر عن رقم الجزء المغزور. والدراسة أظهرت على مدى 18 شهر تحسن واضح الحوادث القلبية الوعائية سواء كانت الموت القلبي الوعائي أو القبول بالمستشفى بقصور القلب أو زيارة قسم الطوارئ بسبب قصور القلب. وكان في تخفيض بنسبة هذا الشيء بنسبة 33%، لكن الابسوليوت ريسك ريدكشن أو النقص تنقيص الخطر الكامل أو الصافي كان بنسبة 25%، وهذا يعني أنه number needed to treat أو عدد الحالات اللي لازم نعالجها لنحمي من حصول وفاة أو وفاة واحدة أو قبول بالمستشفى بقصور القلب يتطلب فقط معالجة 4 مرضى، وهذا بيدل على فعالية شديدة لهذا الدواء ولازم يستخدم بحالات decompensated heart failure بعد قبوله بالمستشفى وتحسين حالة المريض. فبنلاحظ من مجمل الدراسات اللي ذكرناها انه number needed to treat أو العدد الحالات اللي لازم نعالجها نتوقع من حدوث حالة وفاة أو حالة تدهور بقصور القلب وقبوله بالمستشفى بيتراوح بشكل وسطي ب 25، الرقم هو 25 بمعظم الدراسات اللي ذكرناها لما بيكون المريض بهارت فيلير بدرجة متوسطة. لكن بحالات الادفانسد هارت فيلير لازم نذكر انه دراسة السلوست هارت فيلير كان نمبر نيدد تو تريت 4، وبالحالات الرالز يلي استخدمت الدوسترون انتاجونيست او سبيرونولاكتون كان نمبر نيدد تو تريت هو فقط 6، ولذلك هدول الدوائين لازم يستخدموا بحالات الديكومبنسيتد هارت فيلير بسبب فائدتهم الكبيره.
طبعا الدواء سوتوكليفلوزل يلي استخدم دراسة السولوست كان أثبت فائدته سواء بدينا بإعطاء الدواء قبل التخرج من المستشفى أو مباشرة بعد التخرج من المستشفى، وسواء كان الإيجكشن فراكشن نازل أو محافظ عليه أثبت الدواء فائدته بهالمجموعة. حنختتم الموضوع حول الوقاية من حدوث قصور القلب مع التركيز على المرحلة الأولى من قصور القلب أو ستيج A. طبعا قصور القلب تم تقسيمه لأربع مراحل: ستيج A B C D. ستيج A هي المريض المعرض أو عنده خطورة لحدوث قصور القلب بدون وجود إصابة في بنية العضلة القلبية وبدون وجود أعراض لقصور القلب وبدون وجود ارتفاع بمشعرات قصور القلب. الستيج بي المريض اللي هو ما قبل حدوث قصور القلب هو غير عرضي لكن في مؤشرات تشير إلى إصابة ببنية العضلة القلبية أو ارتفاع مؤشرات قصور القلب مثل البي ام بي. الستيج سي هو حالات قصور القلب اللي تحدثنا عن معالجتها خلال المحاضرة. المريض عنده أعراض وعلامات لقصور القلب ومشعرات الإصابة ببنية العضلة القلبية وتغيرات في وظيفة العضلة القلبية. ستيج دي هو قصور القلب المتقدم، المريض بيكون عرضي بشدة، قبول متعدد بالمشافي نتيجة قصور القلب وعدم استجابة للمعالجة بالاعتماد على الجايد لاينز، وبيتطلب خطوات متقدمة من المعالجة أو تحويله لازدراع القلب أو وضع أجهزة دعم البطين الأيسر. فإذا نظرنا إلى وبائيات أو إحصائيات قصور القلب نلاحظ إنه معظم المرضى هن بمرحلة الستيج A اللي هن عندهم خطر حدوث قلب لكن دون وجود أذية ببنية العضلة القلبية. فإذا أخذنا المجتمع الأمريكي حوالي ثلث المجتمع الأمريكي عنده خطر حدوث أو معرض لخطر حدوث القلب نتيجة توفر العوامل المؤهبة لحدوث قصور القلب مثل ارتفاع التوتر الشرياني البدني السكري أو ما قبل السكري أو مرض الشرايين الإكليلية. فالتركيز على الوقاية أو تدبير قصور القلب بالمرضى اللي هن بالمرحلة A اللي هن غير عرضيين وما عندهم أذية بالعضلة القلبية حتؤدي إلى نتائج كبيرة في الوقاية من حدوث قصور العضلة القلبية الصريح. فالمعلومات من الدراسات الكبيرة عند المرضى السكريين اللي ما عندهم قصور قلب فقط عندهم عوامل خطورة لحدوث قصور القلب بأربع دراسات كبيرة باستخدام الـ SGLT2 inhibitor. كان في عنا الوقاية من الحوادث القلبية الوعائية، الوقاية من حدوث قصور القلب بالمستقبل، الوقاية من القبول بالمستشفى بقصور القلب. فهل الأدلة الثابتة والمؤكدة والمدعمة بالدراسات الكبيرة تشير أنه إذا عالجنا عوامل الخطورة لحدوث قصور القلب من البداية قبل ظهور الأعراض حتؤدي إلى نتائج كبيرة في الوقاية من حدوث الحوادث القلبية الوعائية والحدوث قصور القلب. فهذا بيخلينا نركز على المرضى السكريين اللي ما هن عندهم أعراض وما عندهم قصور قلب، ونركز شو الفينوتايب أو النمط اللي هن
يتحولوا له بالمستقبل. فإذا كان عندهم عوامل إضافية تعرضهم لحدوث قصور القلب مثل ارتفاع التوتر الشرياني مع السكري، فالتركيز على استخدام الـ SGLT2 inhibitor ثابت في الوقاية من حدوث قصور القلب. أما المرضى الثانيين يلي معرضين لحدوث الحوادث العصيبية القلبية الوعائية، فالمواد الثانية أو معالجات ثانية للداء السكري أثبتت فائدتها في الوقاية من حدوث الحوادث العصيبية القلبية الوعائية، وأهم شيء هي محرضات المستقبلات الـ GLP-1 أو GLP-1 agonist glucagon like peptide agonist يلي أثبتت فائدتها في الوقاية من حدوث الحوادث العصيبية القلبية الوعائية. كمان إذا كان المريض معرض لحدوث قصور كلوي بسبب وجود بيلي بروتينية ألبومينيوريا أو مايكرو ألبومينيوريا، فاستخدام الـ SGLT2 inhibitor أثبت فعاليته في الوقاية من حدوث القصور الكلوي المزمن. حابب أذكر دراسة مهمة للتقييم قصور القلب بالمرحلة A. مثل ما حكينا المرحلة A هي المرحلة المريض ما عنده أعراض وما عنده علامات تشير إلى أذية في بنية العضلة القلبية ولا علامات مخبرية. فهالدراسة اللي اسمها Stop Heart Failure ركزت على المرضى اللي هن بالستيج A فقط عندهم عوامل خطورة لحدوث قصور القلب مثل الداء السكري وارتفاع التوتر الشرياني، وساوت راندمايزيشن انه المريض اما ياخذ اليوجوال كير او العناية المعروفة يلي هي تعديل عوامل الخطورة وتعديل نمط الحياة ومعالجة عوامل المؤهبة لضبط مثل ضبط الداء السكري والضبط التوتر الشرياني، أو الزراع الثاني هو يصير سكرينينج أو تحري لأحد المشعرات لقصور القلب وهي البي ام بي. فإذا كان المشعر البي ام بي مرتفع قليلا وأنا فقط فوق الخمسين وهذا قد نعتبره طبيعي، بس إذا كان فوق الخمسين صار المريض إما بيتحول لمالتي ديسبرينري تيم أو فريق متعدد الجهات بيتضمن طبيب قلبية يساوي له تقييم المريض وإجراء الإيكو وتقييم وظيفة العضلة القلبية الانخفاضية والانبساطية، وبالاعتماد على المعطيات يصير تعديل بالعلاج. فأما إذا كان البي ام بي أقل من 50 فكان يستمر على usual care. وبمتابعة المرضى أظهرت فائدة هالطريقة إنه صار في وقاية من حدوث الحوادث القلبية الوعائية، الوقاية من حدوث قصور القلب بالمستقبل، أو الوقاية من حدوث سوء وظيفة البطين الأيسر غير العرضية الأسيبتوماتيك البي ديسفانكشن، سواء كانت سيستوليك أو دايستوليك، سوء وظيفة انقباضية أو سوء وظيفة انبساطية. فبهالطريقة كاستخدام أحد المشعرات قصور القلب كسكرينينج للبحث عن المرضى المؤهبين للحدوث حدوث قصور القلب عم تفيد في الوقاية بالمستقبل. وبنتيجة هالدراسة تم إدراج هالطريقة بالجايدلاين على أساس جايدلاين بدرجة 2A إنه استخدام البي ام بي الناتريوريتك بيبتايد از بايوماركر كسكرينينج، وبالاعتماد على النتائج نخطط المعالجة الأمثل لأنه حتؤدي لوقاية من حدوث سوء وظيفة البطين الأيسر سواء انقباضية أو انبساطية، أو تؤدي لوقاية من حدوث قصور قلب جديد. غير مشعرات قصور القلب اللي حكينا عليها البي ام بي، في أحد
الفرق الأكاديمية قام بإنشاء مثل سكور أو سلم علامات لتقييم المرضى اللي هن بحالة ستيج A، البحث عن الرجفان الأذيني، البحث عن قصة داء إكليلي أو قصة تراجع بالوظيفة الكلوية أو مشعرات بالبول بشكل رئيسي، الألبومينيوريا الصريحة أو البيل البروتينية الصريحة أو البيل البروتينية الضئيلة أو المايكرو ألبومينيوريا، والاعتماد على العلامات هي نحصل على سلم علامات، وبالتالي نوجه المعالجة نحو معالجة أقوى للوقاية من قصور القلب. بهالاعتماد على هالطرق حتؤدي للوقاية من حدوث قصور قلب صريح بالمستقبل. فنحن إذا ركزنا على طرق العلاج اللي ذكرناها كلها عم تركز على المرضى اللي هن بحالة إما ستيج سي أو ستيج بي، لكن هلأ انتقلنا لمرحلة ستيج A أو ستيج B1 باستخدام المشعرات للتحري مثل البي ام بي الناتريتيك بيبتايد أو المايكرو ألبومينيوريا، وهالشيء خلى الجايد لاين إنه إذا الجايد لاين هلأ بالوقت الحاضر عم يركز على المرضى اللي هن بالستيج سي، وعلى يركز على الريسك تريتمنت معالجة الخطر لما بيكون المريض بالمرحلة بي، ما في تركيز على المرحلة A فقط هو اللايف ستايل موديفيكيشن. لكن إذا استخدمنا هالمشعرات هنلاقي إنه نحن عم ننقل العلاج يصير بشكل مبكر للستيج A، ويصير عنا شيء اسمه ريسك بريفنشن أو الوقاية من حدوث خطر القلب بالتركيز على المشعرات بشكل مبكر ومعالجة عوامل الخطورة. إذن للتلخيص المجمل ما حكينا، المعالجة الدوائية لقصور القلب هي تركز على العوامل الأربعة: حاصرات بيتا، مثبطات جهاز الرينين أنجيوتنسين سواء الأيس إنهيبيتر الأنجيوتنسين ريسبتور بلوكر أو الأرني، مضادات الألدوستيرون الام ار اي والاس جي ال تي 2 انهبيتر. هي المعالجات الاربعه اللي لازم كل مريض يكون محطوط عليها، لكن بالاعتماد على شيء لازم نركز على الامور الثانيه، البحث عن السبب الخاص وراء قصور القلب مثل ما حكينا بعض حالات الاميلويدوسيس واستخدام الادويه الحديثة في معالجة قصور القلب الناجم عن الداء النشواني. طبعا التركيز على المعالجة الانديفيدوالايز، المعالجة الفردية حسب المرضى. ذكرنا فائدة الهيدرالازين والازوسوربايد داينيترات بالمرضى الأصول الأفريقية الأفريكان أمريكان، المرضى اللي عندهم حالة إمراضية شديدة وتم قبولهم بالمستشفى بقصور قلب مؤخرا حيستفيدوا من الفيرسيكوات، أو إذا كان عندهم هبوط ضغط واضح باستخدام الأوميكاتيف ميكاربل بحيؤدي لتحسن الأعراض ويعطيهم فائدة بتخفيف نسبة الهوسبيتاليزيشن بالمستقبل. التركيز على معالجة الكوموربيديتيز الأمور المرضية الأخرى، معالجة الداء السكري، ضبط التوتر الشرياني والتركيز التوتر الشرياني يكون تحت ال 130 سيستوليك، معالجة فقر الدم أو حتى نقص الحديد من دون فقر الدم حيؤدي إلى تحسن أعراض المريض إذا استخدمنا مركبات الحديد الوريدية، تحديد
trajectories أو الخطة أو الطريقة اللي عم يمشي فيها المريض لنحدد خطة العلاج المستقبلية بالإضافة إلى تعديل نمط الحياة الكامل وفهم الأهداف اللي بيسعى إلى المريض ضمن مرضه من دون وجود أي عطالة طبية. والمقصود بالعطالة الطبية إنه يبقى الطبيب فقط عم يقول مريضي مستقر فقط أنا عم جدد له أدويته، ما بيمشي تمشي هالطريقة بمعالجة قصور القلب. لازم يكون في دائما تدخل من الطبيب وضبط الأدوية وضبط جرعات الأدوية والتأكد إنه المريض عم ياخذ الأدوية بالجرعات الكافية ودون حدوث تأثيرات جانبية ودون تأخير بإضافة الأدوية. فما بدنا يكون لا في تأخير delay ولا في medical inertia أو عطالة طبية، ومن نقول إنه المريض ما stable، ما في شيء بقصور القلب إنه نقول المريض stable أو المريض مستقر، لكن المريض بحالة دائما بحالة دايناميك في حالة حركية، المرض قد عم يتطور وتسوء الحالة من دون أعراض، فلازم نتابع المريض بدقة. هيك بنصل لنهاية هالبرزنتيشن عن المعالجات الحديثة لقصور القلب في سنة 2021. أنا بانتظار تعليقاتكم وآرائكم حول هالبرزنتيشن أو مقترحات للبرزنتيشن إضافية بالمستقبل، ممكن ترسلولي على الإيميل الموجود على الشاشة سواء المقترحات أو الفيدباك، وأنا بوعدكم بالرد السريع. شكرا لإصغائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.